عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب. بندرس في البرنامج كلمه الله بعمق وبتأني عشان نطلع بيها بافضل نتائج ممكنه لحياتنا الروحيه. بذكر حضرتك انه افضل طريقه تتابعنا بيها ان النسخه الشخصيه بتاعت حضرتك من الكتاب المقدس تكون جنبك، ولو امكن تاخد ملاحظات يبقى جميل جدا. احنا وصلنا في دراستنا للوقا اصحاح 12، لكن قبل ما نكمل الدراسه بتاعتنا اسمح لي ارحب بضيوفنا في الاستوديو. اخ يوسف رياض اهلا بيك. اهلا وسهلا. اخ فادي كرولوس اهلا بيك. اخ ايمن يوسف اهلا بيك. وقال لتلاميذه: من اجل هذا اقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون، ولا للجسد بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان، أنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها. كم أنتم بالحري أفضل من الطيور. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ أخ فادي، أنجزنا 21 عدد الأولانيين من الأصحاح، وهنا الرب ابتدى بيتكلم مع تلاميذه. واحدة من أروع الكلمات المطمئنة في الأعداد من 22 ل 28، أرجوك أنك تدينا فكرة عنهم. هو فعلا الجزء ده من أكتر الأجزاء اللي يمكن مفهومة وبتدي طمأنينة كده للقلب، لأن هي بتحتك يعني بتلمس الجزء الأعملي في حياة الإنسان واحتكاكه بالأكل والشرب والاحتياجات اليومية، لكنه كمان مربوط بالجزء اللي قبليه، لأن الرب بعد ما كشف مشكلة الطمع وبعد ما اتكلم عن مثل الغني الغبي، كأن عايز يدي وقاية لتلاميذه عشان مشكلة الطمع دي ما تجيلهمش تاني. وهنا اقدر اقول جملة، ان مفيش حاجة هتقدر تحميني من ان انا اكون غنية لنفسي وان انا ابتدي احوش لنفسي غير لما اشوف عناية الله بي. يعني كل ما امتلي بازاي الله بيتعامل معايا يوميا، كل ما هنفض ايديا من العالم وكل ما هثق فيه اكتر. وهنا الجزء ده من 22-28 الرب بيديهم ثلاث اسباب منطقيه علشان ما يهتموش بحياتهم وعشان ينشغلوا بامور اخرى. السبب الاول المنطقي لما بيقولهم في عدد 23: الحياه افضل من الطعام، والجسد افضل من اللباس. بمعنى ان هو ادانا او ادى البشر الاغلى، ادى الحياه. مستحيل يدي الحياة مش هيقدر يدي الأكل اللازم للحياة، أو يدي الجسد، الجسد اللي عمل كل خلية فيه، اللي كل حاجة فيه ما ينفعش ما تعوضهاش ملايين الدنيا، ومش قادر يدي اللبس اللي يكسي الجسد. زي مثلا واحد يكون معاه عربية، اشترى عربية غالية جدا، مستحيل ما يكونش معاه ثمن البنزين بتاعها. السبب الثاني المنطقي بيقول لهم: طب تعالوا شوفوا الطبيعة، اخرجوا من دائرة ذاتكم، تأملوا الغربان، انها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ويقول ولا مخزن، ويقول والله يقيتها. لفظ رائع، الله يقيتها، بيأكلها واحد واحدة واحدة. ويقول لهم كمان مدة مثال لللبس: تأملوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس. وبعدين يكرر ويقول يلبسه الله هكذا. فالسبب الثاني اللي يخلينا لا نتهمم او لا نهتم بزياده، اللي هو نشوف الطبيعه، الطبيعه ماشيه متكله على امانه الله، ومتكله على انه هو القوه الحقيقيه اللي بتطلع الشمس كل يوم، وهي اللي بتمشي الطبيعه مش الانسان. اما السبب الثالث المنطقي
اللي ممكن أستنتجه في عدد 25، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. طيب اهتم، وريني شطارتك، تقدر تضمن النتيجة، تقدر تضمن النتيجة ذراع أن أنت تزود طولك ذراع واحد؟ لا، أنت مسؤوليتك تهتم بأكل صحي، لكن مالكش دعوة بالنتيجة، مالكش دعوة أن الأكل ده يحفظك من الأمراض، دي مسؤولية الله. في شيء بيتميز به المسيح كمعلم يختلف فيه عن أي معلم تاني مع تلاميذه، أنه عارف اللي بيدور جوه التلاميذ، مش بس بيقول اللي عنده لكن حاسس بيهم. أنا بتصور أن التلاميذ بعد ما الرب كلمهم عن الغني قالوا احنا مش من النوع ده، احنا مشكلتنا مش في عندنا كتير او في الغنى، احنا مشكلتنا انه مفيش. فربما كان مشكلتهم مش في غرور الغنى لكن في هموم الفقر، قالوا احنا نعمل ايه في قلة امكانياتنا، فده اللي كان شغلهم. هنا الرب بيطمنهم ويقول لهم لا تهتموا، ويديهم مثال من الطبيعة. اذا كان الله بيهتم في رحمته العامة بخليقته حتى الخلائق الصغيرة اللي زي الطيور، ومش أي طائر، ده ذكر الغربان يعني اللي في نظر اليهود طيور نجسة. إذا كان الرب بيهتم بالناس الأشرار وبيديهم من مرحمه لأنه بيهتم بخليقته، لكن في إنجيل متى مش يقول الله، لا يقول أبوكم السماوي، هو نفسه الله اللي بيهتم بخليقته، بالنسبة لكم هو إيه؟ أبوكم السماوي. واختيار الغراب يعني بشوفه مش بس طائر نجس، في طيور نجسة تانية، بس هو طائر مكروه. يعني محدش فينا يتحمس، يعني ممكن تلاقي عصفورة تديها شوية أكل، لكن محدش فينا يتحمس يدي الغراب أكل. فبيقول لك المرفوض من الكل ده أنا مسؤول عنه. ونلاحظ أن الرب عشان يطمنهم ويشجعهم ما جاب لهمش آيات من الكتاب أو وعود غايبة عنهم، رغم أنهم أكتر الوعود اللي بتتكلم عن عناية الله، جاب لهم أبسط دليل من الطبيعة. إذا كان الله بيهتم بطيور السماء وبيكسو زنابق الحقل، فكم بالحري يلبسهم هم. عشان كده يقول لهم التوبيخ ده يا قليل الإيمان. ونفس الكلام لينا النهاردة، ينبغي أن يكون عندنا ثقة في الرب اللي بيهتم بكل أمورنا. إذا كان في رحمته العامة بيهتم بخليقته حتى أبسط الخلائق. عدد 22، وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. من أجل هذا، يعني بعد ما اتكلم عن الطمع جاب لنا سبب رئيس من أسباب طمع الإنسان، أأمن مستقبلي، أأمن المستقبل بتاع عيالي. فالرب هنا بيقول لهم غلط، أنت مش بتخزينك وتكويمك للثروة هتأمن مستقبلك أو مستقبل ولادك، لا، اتكل على الله، ده أفضل بكثير. وبعدين يجيب لنا المسيح حاجتين من المتطلبات الأساسية في حياة كل إنسان، اللي هي الأكل واللبس. نتذكر أن يعقوب في تكوين 28 لما الرب ظهر له في بئر سبع وأداله المواعيد العظيمة والرائعة، أنا معك وأحفظك حيثما تذهب ولا أتركك حتى أردك إلى هذه الأرض، لما استيقظ يعقوب من نومه قال الكلام ده: إن كان الله معي. بكل أسف عنده شك في مواعيد الله المطلقة، وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، الرب قال له أنا هحفظك حيثما تذهب، لكن مش بس كده، قال وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس. يعقوب كان كل أمنيته أن ربنا يديله خبز ويديله أكل، يرزقنا. في الحقيقة لما رجع يقول أنا صغير يا رب جدا عن ألطافك والأمانة التي صنعت بعبد، أنا عبرت الأردن بعصايا بس، لكن دلوقتي بقيت جيشين. شفتوا، هو كان عايل هم أكل ولبس، الله أداله أكثر جدا جدا مما طلب أو مما افتكر. عشان كده الرسول بولس برضو بيكلمنا عن الأكل واللبس ويقول لنا إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأعتقد إن كل واحد مننا وكل واحد من المشاهدين عنده قوت، لا عنده أكل يكفي مدة طويلة، وعنده كسوة، لا مش مجرد هدمة يلبسها لكن عنده بيشكل وبيصنف في اللبس، عنده كتير. إذا فلنكتفي، لماذا لا نكتفي بهذا الكثير الذي أعطانا إياه الله؟ هي المشكلة يمكن مش في الاكتفاء على قد يعني الناس، ساعات كتير من الناس بيبصوا لللبس أو للأكل مش لغرض تسديد الاحتياج، لا،
يديني قيمة وسط الناس، أو يقارن نفسه ده جاب بشكل معين أنا لازم ألبس كذا. فأنا ما أعتقدش أن في حد، زي ما في جملة بتقال ما فيش حد بيبات من غير عشاء، فعلا ما فيش حد بيبات من غير عشاء، لكن المشكلة أني أنا باخد اللبس أو باخد الأكل أو أي حاجة باخدها مش لتسديد احتياجاتي، باخد منها قيمتي، باخد منها كياني، هويتي، وده مش الغرض اللي معمولة لأجله. الحياة أفضل، في حاجات تانية في الحياة محتاج ان انا اهتم بيها، مش ان انا اهتم هاكل واكل او اشرب ايه، وبكره اكل واشرب ايه والبس ايه. عشان كده يمكن المسيح ركز على غربان وعلى زنابق الحقل. الغربان اللي زي ما سمعنا انها مش مرغوب فيها، واللي ما بتعتنيش بفرخها، يعني في ايوب 38 من يهيئ للغراب صيده اذ تنعب فراخه الى الله وتتردد لعدم قوت. يعني ما بنعرفش ان الغراب بيهتم باولاده، لكن الله بيعتني بيه. وبعدين يجيب لنا الزنابق ويقول لنا ولا سليمان في كل مجده. انت عاوز تبان انك كويس؟ طب ما سليمان ما كانش بيلبس زي الزنبقه التي توجد اليوم في الحقل وتطرح غدا في التنور. الجزء ده جميل في نهايته، فلا تطلبوا انتم ما تاكلون وما تشربون ولا تقلقوا. نوع من الزهد يعني؟ لا مش نوع من الزهد، لان في واحد مسؤول عن الكلام ده، اباكم، فأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. وإذا علمت الطلبة لدى الله لابد أن سلام الله يملأ قلبي، لأنه خلص في مكان مأمون جدا وينفذ الكلام ده. في المقابل بيقول لي بقى إذا شعرت بالاكتفاء وشفت عطايا الله ليك، اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم، يعني فوق البيعة. فيا بخت اللي يركز في البيعة ويسيب اللي فوق البيعة لكرم الله أبونا في أنه هو يدينا. كمان الآية 25 أحب أتوقف عندها تاني. كثير من المفسرين قالوا ليس المقصود أن يزيد على قامته ذراعا واحدة، ما أعتقد الذراع ده حوالي نص متر 50 سنتي، ما أعتقدش أن في واحد بيعمل أي حاجة عشان يزيد 50 سنتي، لكن قالوا أن الذراع الواحدة هنا بتشير إلى إطالة العمر، لأن جعلت أيامي كأشبار. مين يقدر يزود في عمره؟ تعرف لو كان في حد يقدر كان كل الأغنياء أطالوا في أعمارهم، ومرات كتيرة بنلاقي مليارديرات ماتوا في نص أيامهم. فلو كانت الثروة بتجيب، ليست حياته من أمواله، أو ليست حياته من ضمن الممتلكات التي يمتلكها، الله بيدي الحياة. وعشان كده عدم جدوى الاهتمام، عدم معقوليته، بصوا للغربان والزنابق، عدم جدواه، طب انت لو اهتمت هتعمل ايه؟ وبعدين عدم لياقته، عيب انك تعمل كده، انت فرقت ايه عن الامم؟ ما الامم بتطلب دي، لكن انت تطلب حاجة تاني. اطلبوا اولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم، يعني دون ان انشغل بها ولا حتى دون ان اطلبها ربنا بيديهاني. الهزيع. هو قسم من الليل، وكان الإسرائيليون قبل السبي البابلي يقسمون الليل من غروب الشمس إلى شروقها التالي إلى 3 هزع، وكان كل هزيع عبارة عن 4 ساعات. ثم بعد السبي قسموه إلى 4 هزع، وهو النظام الذي ظل سائداً لوقت حتى مجيء الرب بالجسد. وكان كل هزيع عبارة عن 3 ساعات، وهذا يتفق مع النظام الروماني في تبادل الحراسات الأمنية وقتها. فالهزيع الأول هو هزيع المساء من 6 مساء إلى 9 بتوقيتنا المعتاد حالياً، ثم هزيع منتصف الليل من 9 حتى منتصف الليل، ثم هزيع صياح الديك من منتصف الليل للثالثة صباحاً، ثم هزيع الصباح من 3 للـ6 صباحاً. وهذا هو الهزيع الرابع الذي جاء ذكره كثيراً في الأناجيل، وهو الأكثر حلكة قبل الفجر. لقد جاء الرب لتلاميذه وسط البحر الهائج في الهزيع الرابع حتى يعلمهم ما أراد من دروس، كما ويريهم عظمة تدخله في الوقت المناسب. قد يبدو الرب لنا أحياناً متمهلاً،
لكنه في الحقيقة لا يصل متأخراً أبداً، فتوقيته دائماً في منتهى الدقة، كما حدث مع التلاميذ في السفينة، وكما حدث قديماً على شاطئ البحر الأحمر، والشعب يرى جيش فرعون يدنو، لكن الرب لم يتدخل إلا مؤخراً ليتمجد في فرعون وجنوده، لكنه خلص الشعب في الوقت المناسب، وهو ما زال يفعل معنا الآن كما كان يفعل هذه العجائب مع شعبه. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. أخ أيمن، انقلنا للأعداد من 29 ل 34 في هذا الأصحاح القيم. في الجزء ده بنشوف تشجيع وبنشوف وعد ونشوف وصية. أول حاجة الرب يوعد يشجعهم ويقول لا تخف أيها القطيع الصغير، زي ما قال لهم لا تهتموا، هنا بيقول لا تخف. هم صحيح قطيع صغير، عددهم قليل بالنسبة للآخرين، قطيع يعني خراف، حواليهم عدد مش قليل من الذئاب، فكانوا معرضين للخطر، لكن صحيح هم قطيع صغير لكن ليهم راعي قدير كفء انه يحميهم ويسدد احتياجاتهم. الوعد يقول لهم لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. صحيح في الام وفي ضيقات هتقابلهم على الارض، بس حب يشجعهم بلمحه من امجاد المستقبل. هيجي الوقت اللي مش هيبقوا فيه مجرد رعايا الملكوت، لكن دول هيملكوا مع المسيح، وما اروع هذا الامر. ليهم راعي صحيح، وليهم اب رحيم، اب غني يصر بانه يديهم المجد، لكن كمان يديهم وصية، يقول بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، يعني فكوا قبضتكم عن الأشياء اللي بين إيديكم سواء قليلة أو كتيرة. اللي بيشغل وبيعطل المؤمن وبيعوق تكريسه للرب إنه ماسك في حاجة أيا كانت الحاجة دي قليلة أو كبيرة، وبيقول أعطوا صدقة، العطاء الممتزج بالرحمة والمحبة، وما فيش حد هيقدر يدي إلا إذا فك إيده الأول، إلا إذا فطم عن العالم، إلا إذا أعطى نفسه أولا للرب، سلم كل حاجة للرب. يقول اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد، هنا يقول كيس ويقول كنز. الفقير ما حلتوش غير الكيس اللي هو محفظة النقود، ولو غني عنده كنز، فبيقول استثمروا سواء القليل أو الكتير. آخر عبارة قالها للغني هذه التي أعددتها لمن تكون. والنهاردة الرب بيخاطب ضمائر المؤمنين اللي عندهم رغبة ان هم يعيشوا ليه، ويقول لهم اللي بين ايديكم ده بتعملوا بيه ايه؟ بس عشان تسددوا اعواسكم او عشان تنبسطوا بيه، ولا بتستثمروه للرب؟ الرسول بولس يكلم تيموثاوس في ختام الرسالة الاولى عدد 17 من الاصحاح السادس، يقول اوصي الاغنياء في الدهر الحالي ان لا يستكبروا، انه معرض الغني انه يفتخر باللي عنده، ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. وفي الاخر يقول لهم حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا، وده مبدأ الحقيقة بنشوفه في الحياة. الحاجة اللي غالية على الانسان هي اللي بتستحوذ على تفكيره ومشاعره. واحد مثلا فتح مصنع او حاطط كل فلوسه في البورصة، فالغالي عنده هو اللي بيبقى متعلق بيه وفكره ومشاعره بتتجه إليه، لكن اللي كل تفكيره وتركيزه في أمور مرتبطة بالأمور البقية أو الأمور الأبدية هيبقى قلبه في السماء وتفكيره في الأمور الأبدية. لا تخف،
كلمة مهمة جدا على صفحات الكتاب المقدس، تبدأ من أول تكوين 15. الرب قالها لإبراهيم: أبو المؤمنين، لا تخف يا أبرام. وإذا كان أبرام عرضة إنه يخاف، يبقى كل المؤمنين أيضا عرضة لهذا. وآخر واحد قالها له في يوحنا في جزيرة بطمس: لا تخف، أنا الأول والآخر. وإذا كان يوحنا الحبيب عرضة للخوف، فكلنا عرضة. وعشان كده من أكتر الكلمات اللي نجدها في الكتاب المقدس لا تخف. في إنجيل لوقا احنا شفناها 7 مرات، قالها لزكريا أبو يوحنا المعمدان أصح 1، بعد كده قالها للمطوبة العذراء مريم في أصح 1، بعد كده قالها للرعاة في أصح 2، بعد كده قالها للرسول بطرس في أصح 5: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. وثلاث مرات مرت علينا في هذا الأصحاح لما بيقول كده: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، عدد 4، وبعدين في عدد 7: بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات فلا تخافوا. ثم الآية العظيمة: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. كلمة بتقول أنه ما أكثر المخاوف اللي هتواجهنا، لكن في نفس الوقت بتقول ما أكفأ إلهنا لمواجهة هذه المخاوف. صحيح. بس الجميل ان هو لما بيقول لا تخف مش مجرد وعد وخلاص، لكن بيدي اسباب. يعني في سبب قاله الاخ ايمن: لان اباكم قد سر ان يعطيكم ملكوت. في صحيح قطيع صغير، لكن لينا اله قدير كبير الكون. في ترنيمه كده بتقول كبير الكون. بعد كده اداهم سبب تاني، بيقول لهم خلي بالكم لو انتوا هتحطوا كنزكم في السماء ما تخافوش، لا يفسد حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. لا في أخطار بشرية ولا في أخطار طبيعية، أي حاجة بتتغير قيمتها وتتغير سعرها بالزمن. يعني مفيش مكان نقدر نقول إن هو أأمن مكان. برج التجارة العالمي اللي كان فيه إمكانيات جبارة انهار، البورصة بتنهار في أزمة مالية، لكن بيطمن المؤمنين بيقولهم ما تخافوش. مين هيقدر سواء إنسان أو سواء بمرور الزمن أو بمرور التغيرات والتقلبات الطبيعية تحصل. فالجميل إن هو لما اداهم وقال لهم لا تخف كان بمنطق، مش بس كمان مجرد كثقة وإيمان في وعد الرب نفسه. وحلوة: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة. من أكتر الأناجيل اللي اتكلمت على أعطوا، أصح 6: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا فائضا مهزوزا يعطونا في أحضانكم. بيشجعنا كتير على العطاء. في الأصح اللي فات أصح 11 كلم مع الناموسي والفريس اللي كان في بيته مشجعا إياهم على العطاء، لأن في الحقيقة مظهر من مظاهر الإنسان الطبيعي أنه يحب يمتلك، ومظهر من مظاهر الولادة من الله أنه يحب يعطي. في آية جميلة جت في مزمور 112 بيقول كده: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يدبر أموره بالحق. يعني لما بتدي أنت بتبقى سعيد، لأن المروي هو أيضا يروى. وعشان كده مش بس ما تجريش وتكوم لنفسك، لكن ده حتى اللي عندك حاول تستثمره استثمار أفضل بأنك تعطي صدقة. وعشان كده يمكن هم التلاميذ طبقوا الكلام ده بشكل حرفي في سفر الأعمال لما باعوا ما لهم وبعد كده أعطوا على حسب كل احتياج. ما كانش عندهم مشكلة في الموضوع ده، لأن هم واضح أن الدرس اللي قاله الرب يسوع فهموه كويس وعرفوا ان هم ما بيضيعوش اللي معاهم. افتكر كلمة قالها جيم إليوت: ليس غبيا من يضحي بما لا يستطيع ان يحافظ عليه في سبيل ان يحصل على ما لا يستطيع ان يفقده. فده استثمار رائع. انا في حاجة مش عارف احافظ عليها، لا خلاص اضحي بيها في مقابل اربح حاجة كبيرة وأبدية مش هينفع أفقدها ولا ينفع يجي سوس أو سارق علي. القديس أمبروز ليه تعبير جميل، تعليق على مثل الغني الغبي: أهدم مخازني وأبني أعظم. فقال أعظم مخازن تخزن فيه خيراتك هي بطون اليتامى والأرامل. لو تدي لدول هو ده المخزن الحقيقي اللي هيفضل لك، لكن تحط في مخازن يا غبي، هذه التي أعددتها لمن تكون أنت مسافر وسايبها كلها هنا على الأرض.
تأكيد لكلامك يا أخي يوسف لما بتتكلم عن العطاء إنه دليل التغيير واضح في نفس الإنجيل مع نموذج أو في نموذج تغيير زكا. زكا اللي كان بيجري ورا الفلوس، العشارين المشهورين بحبهم للمال وتكويم الثروة، بعد ما الرب تقابل معه قال إني أعطي، ده اللي كان على طول بياخد، قال إني أعطي نصف أموالي للمساكين. في حاجة كمان بشوفها في آخر عدد في الجزء ده، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. أخ أيمن تكلم إن لما واحد بيبقى كنزه في بورصة أو في بنك دايما بيبقى مهتم بيه، حتى بيحاول يمشي ناحية الشارع بتاعه أو يعرف الأخبار. فقعدت أفكر، طب لو إحنا كنزنا في السماء، طب السماء فيها إيه؟ السماء فيها تسبيح، السماء فيها فرح، السماء فيها مشيئة الله، السماء فيها أمور رائعة. لو أنا اتنقلت حالة السماء دي ليا، أنا أثق تماما، حالة مختلفة تماما عن أني أكون حاطط فلوسي أو ما أمتلك في مكان، لا هتجيلي أمراض العصر، الضغط والسكر والقولون عصب. لكن لما يتنقل السماء ليا هتتنقل الأفراح والتسبيحات وهتتنقل حالة الشكر، وده هيأثر تأثير غير عادي على حياتي. الوكالة المسيحية. الوكالة هي عمل الوكيل، وهو شخص سلمه مالك شيء ما هذا الشيء وعهد إليه بالاهتمام به وفوضه سلطاناً في ذلك. وقد كان يوسف وكيلاً على بيت فوتيفار، وكان لسليمان 12 وكيلاً على جميع إسرائيل. وأهم ما يطلب في الوكيل هو الأمانة، وكان الرسل يحسبون وكلاءً عن الله في تقديم الخدمة، كما ينظر الله إلى كل من يقوم بعمل الخدمة كوكيل. والرسول بطرس يأخذنا إلى بعد أكبر عندما يناشد المؤمنين فرداً فرداً أن يكونوا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. ونعمة الله يمكن أن نفهمها من قرينة الكلام، فهو وإن كان بعد هذا القول يذكر الخدمة ملمحاً إلى العطايا ذات الطابع الروحي، فهو قبل الكلام يتكلم عن الضيافة مشيراً للعطايا المادية، فإن كان هذا أو ذاك فالكل مصدره الله. والرسول بولس يلفت نظرنا بالقول أي شيء لك لم تأخذه، أي أن كل ما عندك هو هبة أعطاها الله لك. لذا فيجب على المسيحي الحقيقي أن يتصرف في كل شيء لا على اعتبار أنه مالك، بل كوكيل يتصرف بأمانة في ماله ووقته وصحته وممتلكاته ومواهبه. وجدير هنا أن نستمع لقول الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة، أي نصيبهم من الطعام في حينها. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. فكل من أعطى كثيراً يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيراً يطالبونه بأكثر. لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويطقئهم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وإنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت
في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. أخي يوسف، الجزء اللي جاي، الست أعداد اللي جاية، نقدر نقول كده السيد راجع فاستعدوا. نعم صحيح. ادينا فكرة عنه. هو ختم قبل ما نوصل لعدد 35 انه وجه قلبنا للسماء، وجه قلبنا للملكوت، وقال لنا اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لانه حيث يكون كنزكم. مش قال ينبغي ان يكون هناك قلبكم، لكن حقيقة تقرير واقع، حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا. فهمنا ان قلبنا في السماء. ليه؟ لأن فيها المسيح. اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. لكن مش بس كده، لأننا منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. وده الكلام اللي بيقوله هنا، الرب جاي فاستعدوا زي ما حضرتك قلت. بس استعدوا ازاي؟ نلبس جلابية بيضة ونمسك مسبحة ونطلع فوق الجبل والرب جاي يا جماعة؟ لا، مش ده الطريق اللي فيه نستنى المسيح. لكن لتكن أحقاؤكم ممنطقة، ناس هتشتغل، ناس عايزة تستغل كل الوقت هذا، وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. عايزين نفتدي الوقت لأن الأيام شريرة. إذن فلنمنطق الأحقاء ولنوقد السرج، وده معناها إن احنا عايشين في مكان مظلم، لكن مش هننام. الواحد لما بينام بيطفي الأنوار، لكن إذا كان مش ناوي ينام في الليل يبقى عليه أن تكون سرجه مضيئة. فاحنا في ليل لكن مش ما عندناش نية ان احنا ننام. خلي الذين ينامون يناموا براحتهم، لكن احنا ابناء نهار، مع اننا في ليل لكننا ابناء نهار وابناء نور. وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لاولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، يعني بمجرد ما يقرع في الحال على طول يفتحوا له. انا كنا بنعمل الحكايه دي زمان لما كان يجي والدي بالليل، وكنا عارفين ميعاد مجيئه لانه كان طول الوقت في التجاره بتاعته، ويجي بالليل فكنا نستناه عند الباب بحيث اول ما يطلع المفاتيح يفتح الباب. لما نخلوش يفتح الباب، احنا اللي نفتح له. اكيد كان، انا معرفش ما سالتوش، لكن اعتقد انه اكيد كان بيبقى مبسوط، لأن لو حصلت معايا أنا برضو حكون مبسوط، وأكيد السيد حيكون مبسوط. عشان كده بيقول الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدم. السيد يخدم؟ يا للعجب، هذا ما سيحدث. لكن بعد كده يقول وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. إيه حكاية الهزيع؟ كان اليهود يقسمون الليل إلى أربع هزع، هزيع أول، ثاني، ثالث، رابع. بس هنا بيقول إن أتى في الهزيع الثاني أو في الهزيع الثالث، وما قالش لا الهزيع الأول ولا الرابع. ليه؟ أعتقد لحكمة، مش عاوز يقول في الهزيع الأول لحسن يتوقع المؤمنين إن الرب جاي بسرعة قوي وبعدين لما يتأخر يصابوا بالفشل. مش عايز يقول لهم رابع لحسن يسترخوا ويلجأوا إلى النوم، لأنه لسه ده قدامه الهزيع الرابع. لكن حطها في منتصف الليل في ساعة لا نعرف، لكن علينا أن نكون مستعدين في نصف الليل. متى 25 صار صراخ هوذا العريس مقبل فاخرجنا للقائه. في ذهني سبب تاني يا أخي يوسف لموضوع الهزيع التاني والتالت، أنه الهزيع التاني والتالت هم اللي من أولهم لآخرهم بيبقوا في ظلمة. يعني ربما الهزيع الأول بيبدأ المساء ممكن يكون في بعض النور، والهزيع الرابع بتبقى بدأت الشمس تشرق أو يبقى في بعض الإضاءة يعني. لكن التاني والتالت بيبقى الظلام دامس، ودي الفترة اللي فيها بيغلب النوم كمان. فعايز أقول إن الرب لما هيجي، وقت ما هيجي هيكون في ظلمة أدبية وهيكون في نوم وهيكون في كسل، فده بالأحرى يخلينا متيقظين. يعني تقدر تقول إن إحنا عايشين في الهزيعة الثانية أو الثالث، واضح إن إحنا أدبياً إن الرب قرب يجي، الظلمة دامسة والمؤمنين استرخوا. وكل ما نفكر في مجيء الرب أو انتظار الرب ده يخلينا نخدم الرب أكتر. البعض بيقول إمتى يا رب تيجي؟ ليه؟
عشان تخلصنا من التعب ده. فممكن واحد يحط ايده على خده ويقول انا مستني الرب، رب احفظنا من الحالة دي. لكن زي ما قال في مثل اخر بيقول تاجروا حتى اتي، وبتيجي في اللغة الأصلية تاجروا اكيوبي، يعني اشتغلوا. اللي منتظر الرب فعلا ما يقعدش في البيت يحط ايد على خده ويقول امتى يرجع الرب، لكن يستمر يكثر في عمل الرب إلى أن يجيء. أنا عجبني كمان أن المسيح قرر تعبيرين، طوبى لأولئك العبيد في عدد 37، وبعد كده قرروا في عدد 38، يا بخت يا سعادة العبيد اللي يكونوا في حالة الاستعداد دي. لكن بعد كده قال الجزء بس من المكافأة، يقول كده الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمه. وهنا بشوف فيها بدلية، إحنا بنتمنطق ونخدمه، نتمنطق ونتحرك رغم حالة الظلام الأدبي وحالة الاسترخاء الغير عادية في الظلام اللي كان بيحكي عليه الأخ أيمن. لكن من الرائع جدا الحالة دي هيحصل فيه تبديل، هو بقى اللي هيخدمنا، هو اللي هيتمنطق ويخدمنا. دي حاجة فوق الخيال، فوق الوصف. دي تدي كافية ان هي تدي طاقة حماسية غير عادية، ان الخادم كل ما عزمته تنزل شوية، لا كل ما يتخيل المشهد ده يبتدي يتحرك أكتر، خلاص أنا قربت كل ما يتخيل المشهد ده في ذهن. يختم الأعداد بنظرة مزدوجة لشخص واحد، شخص المسيح. شخص المسيح لبعض الناس يقول كده هيجي باعتباره السارق، وإنما علموا هذا لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. في سفر الرؤيا أصحح 16 بيقول ها أنا آتي كلص. وفي كلامه لملاك كنيسة ساردوس برضو بيكرر نفس الفكرة، إنه جاي كلص وكسارق، طبعا للأشرار. واللص لما بيجي بياخد أثمن ما في البيت، بل وأحيانا بياخد حياة أصحاب البيت. لكن في نفس الوقت هو عريس، أو بحسب الأعداد اللي قدامنا هو سيد العبيد مستنيين مجيئه، وهو هيقدر خدمتهم قوي بحيث انه هو يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم، يعني اخذا صورة عبد، مش اخذ صورة عبد في الماضي، لكن اخذا يعني سيظل بلغة خروج 21 عبدا مؤبدا يخدم الى الابد. يخدم مين؟ يخدمنا. لقد خدمنا في الماضي، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم. يخدمنا الآن في الحاضر، جلس في الأقداس خادما، وسيخدمنا في المستقبل، يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. ودي فيها إكرام ليهم، يعني إذا التفتنا للنقطة دي لا نكف عن إكرام الرب في الحياة. صحيح. طالما هو مستعد أنه يكرمنا في المجد. كتير قوي علينا، بس مش كتير على محبته. حب، واللي بيحب بيعمل كده وأكتر من كده. عشان كده يقول كونوا مستعدين، ويشرحها بأنه أحقائكم منطقة وسروجكم موقدة. أحقاق المنطقة مفيش رحرحة، الحقوين اللي هما الوسط، يعني بيربطها الرجل اللي ناوي يشتغل مش قاعد في البيت ما في كسله. لكن السروج موقدة كمان الشهادة اللي ينبغي أن نشهد بها لسيدنا في الوقت الحالي. سرج مقادة دائماً. يعني مش بس في بداية العمر أو في وقت القوة والشباب ولا أثناء الاجتماعات والفرص الروحية، لكن يكون لنا شهادة في كل مكان في كل مجال طول فترة العمر إلى أن يأتي. في آخر آية فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. يقال ان واحد مبشر حب يوصل المعلومه دي للمستمعين، فقال لهم مين يتوقع ان المسيح قد ياتي اليوم؟ الناس كثيره ما اللي رفع ايده كان قليل جدا او ما حدش رفع ايده. قال لهم اذا قد ياتي اليوم، لانه مكتوب في ساعه لا تظنون ياتي. يعني حوالينا ناس كثيره مستبعده مجيء الرب. وعلى الرغم من كلام حضرتك ان الناس بتستبعد مجيء المسيح، لكني كمان بشوف في هاجس عند العالم من فكرة نهاية العالم.
يعني مرة لما سنة 2000 قالوا أن من 99 هتوصل ل 2000 دي نهاية العالم، مرة يقولوا مش عارف 11-11، مرة يقولوا 12-12 2012، يعني في هاجس خوف، يعني حتى لو بينكروا مجيء المسيح ظاهريا لكن في خوف داخلهم أن دي حقيقة هتتم، وبيتوجسوا من الأحداث اللي بتحصل في العالم أن خايفين أن ده يتم في أي لحظة. جوه الإنسان عنده يقين أن كل شيء لنهاية، بس بيحاول يستبعد الله من الأمر وبيحاول يستبعده بالتالي من النهاية. يعني رب حاطط الأبدية في قلوب الناس، عشان كده كل واحد عنده غريزة حب البقاء، مش عايز يموت، بيجري من قدام العربية عشان ما تخبطوش وكل الحاجات دي. لكن الغريبة كل الغرابة ان في ناس مع يقينها بالكلام ده تقول لك فين ربنا، مفيش ربنا، ما انت قلقان ليه وخايف ليه. لكن علينا ان نؤكد ان مجيء المسيح هيكون بصورة مزدوجة، للبعض اتى صباح وبالبعض الآخر وأيضا ليل. يبقى إذن في ناس مجيء المسيح هينهي كل ظلمة في حياتهم، كل تعب، كل مشقة، سأنسى أنا أتعابي هنا. وفي بالنسبة لناس ينتهي كل سعادة وعزاء لكي يبدأ شقائهم الأبدي، وعلى المشاهد أن يقرر أي نوع وبأي طريقة يحب يتقابل مع المسيح. يؤكد هذا السؤال عزيزي المشاهد قبل أن نفارقك، إذا جاء المسيح في هذه الليلة وهذا ما نتمناه، ماذا يشكل هذا المجيء بالنسبة لك؟ هل هو الفرح؟ إن كنت من المؤمنين الحقيقيين بالرب يسوع من حقك تفرح، لكن لو ما كنتش يؤسفني إن أقول لك لا ينتظرك إلا كل عناء وشقاء. أشكركم من أجل وجودكم معنا في الاستوديو، واستودعك عزيز المشاهد لنعمة الله، على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فحصين الكتب، والرب معك.